مرحبا بحضراتكم مرة تانية وفقرتنا التحليلية والأهلي وطلاع الجيش. معانا كابتن عبد الناصر ولسه الحديث مستمر أكيد. وقبل ما نسيب هذا الملف ونروح بقى للمنتخب لأن عندنا كلام كتير جدا فيه، خليني برضو يعني أركز شوية. إحنا بنتكلم الأهلي وطلاع الجيش 31 تقريبا لقاء، يعني الكفة أكيد الراجحة للأهلي وبشكل يعني ملموس وكبير. النهاردة يعني عفوا غدا مباراة مهمة، ولكن برضو البشاير اللي بتتكلم كده وزي ما حضرتك وضحت ودي كانت نقطة في غاية الأهمية إن طلع الجيش غير جاهز، فدي ربما بتدي برضو فايبس كده أو يعني مؤشرات إن قد يكون هناك مثلا هاي سكور غدا، ولا برضو ده ملوش علاقة والموضوع مش محسوم والكلام اللي احنا قلناه؟ لا طبعا الموضوع مش محسوم وملوش علاقة أكيد. مهما كان الأهلي مش هيلعب نفسه، هيلعب فرقة أكيد هتبقى منظمة متمرنة الفترة اللي فاتت على طريقة معينة أكيد، ولكن لها ظروف استثنائية. خلينا نقول هذه المباراة يعني أكيد ظروفها استثنائية. لو الأهلي سجل بدري هتبقى مشكلة للنادي، وأعتقد الأهلي هيركز على ده، والأهلي هيحاول يعمل كده لأن زي ما اتفقنا أهلي قوامه ثابت، قوامه موجود، التدعيمات اللي موجودة أكيد مش هيحتاج لها غير في أوقات معينة من المباراة. يعني ممكن حسام حسن، ممكن كريم فؤاد، ممكن العائدين من الإعارة زي أحمد عبد القادر. يعني لو في المعسكر داخل مع النادي الأهلي ممكن يكون يشتغلوا الناس دي في أوقات معينة من المباراة. بالنسبة لطلاع الجيش، طلاع الجيش لا ممكن يعتمد على ناس من اللي جابها في من بداية المباراة. يعني ممكن أعتقد الجويني اللاعب بالصف القصي ممكن يبدأ المباراة، الله أعلم طبعا، كمدافع، لأن برضو خط الدفاع في نادي طلع الجيش عايز تدعيم كويس، والراجل ده لعيب خبرة وجاي من الدوري التونسي فممكن يشتغل كويس. ميدو جابر ممكن يكون ورقة، بس أعتقد هو مش جاهز بدنيا. ميدو ممكن يبقى على الدكة ويتم الاستعانة به في وقت من أوقات المباراة. لكن حضرتك انك تقولي ان يبقى هيفي سكور، اعتقد ان هتبقى صعبه شويه، لان اللعيبه نفسها لعيبه اي لعيب بيقابل النادي الاهلي او نادي الزمالك بيبقى عايز يطلع كل الطاقه اللي عنده. اللعب دايما مع اكبر الفرق بتبقى بالزبط فيها نوع تاني او روح تانية، بيبقى روح عاليه جدا من اللاعب، بيطلع يعني اذا كان بيطلع 100% بيطلع 200% من اللي عنده عشان اولا يظهر طبعا قدام الجماهير المصريه بشكل كويس، ثانيا فيش لاعب بيقبل انه يتهزم بنتيجه ثقيله. فهيبقى طبعا اكيد ده متوقع، يعني ده العامل اللي هيعتمد عليه كابتن عبد الحميد المسيوني والجهاز الفني لنادي طلع الجيش.